الكون. عم نسمع والله في مضغوطين بالتيك توك وما بعرف شو. حبيب قلبي بحب إلا تعسين عليك وعلى أكبر منك، لأنه في ناس عم تسمعوا كلامنا بغضب تهديد وما تهديد، لك ما عاش اللي بتهدد ابن أرطاد. عم تسمع علي؟ اللي برمي عليه وردة برمي عليه برصاص. شو؟ برصاص يعني الله فوق وبغضب تحت. في شباب مضغوطين مننا، شو بتحب تقله للمضغوط مننا؟ قال يا حبيب لا تنضغط ولا تتعذب، لأنه نحن سيادة في الناس ولك تنزل لي يا كبير.